هناك يعني خطأ يقع في بعض الناس عند الإحرام وهو الاطباع، والاطباع هو إخراج الكتف الأيمن وجعل طرفي الرداء تحت إبط اليد اليسرى. والخطأ الذي يحصل أن بعض الناس يطبعون من بداية الإحرام، وهذا خطأ، فالاطباع خاص بالطواف وليس أي طواف، بل في طواف القدوم خاصة وطواف العمرة، فلا يبدأ في الاطباع إلا عندما يبدأ بطواف القدوم أو بطواف العمرة.